سمير من لبنان، جواد من إيران، هند من العراق، عباس من ألمانيا، حيدر من سوريا، منصور من اليمن، كاظم من القطيف، برير من البحرين، وغيرهم الكثير هداهم الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وتبرؤوا من العقائد الشركية بفضل الله تعالى ثم دعمكم لمنصتكم. حوار الحقيقة، دعاة متخصصون باللغتين العربية والفارسية يقومون بشرح الإسلام ومناقشة الزوار الشيعة في شتى مسائل العقيدة. أكثر من 60 مليون زيارة لمنصتكم حتى الآن، ومئات المستجيبين. شاركونا الأجر وساهموا في نشر المنصة. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. ساهم في نشر الموقع فقد تكون سببا في هداية أحدهم، واحتسب الأجر في تصحيح العقيدة ونشر التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة.